مين ممكن تقول عليه صاحب فضل على شريف في حياته في مشواره؟ شريف ده غرور؟ شكرا. بالعكس ده تقدير لذات. انا بحب نفسي جدا وبحب شريف مدكور جدا، وبحب اخرج واسافر مع شريف مدكور لوحدنا جدا جدا جدا. مين حبايبك؟ مين احب الناس ليك؟ مامتي وبابايا ربنا يخليهم، عيلتي واصحابي. انا اصحابي قريبين مني قوي قوي قوي، احنا شله كده. تخيلت انك هتقول لي شريف. شريف طبعا، ما انا قلت لك في الاول شريف اولا. مامتي وبابايا، العيله والصحاب مع بعض بيكملوا بعض. وانا هتلاقيني نادرا، ان انا مش هتلاقيني في اماكن عامه كتير، مش هتلاقيني في حفلات ولا في سهرات ولا في اي حاجه. انا عندي بيتي، صحابي بيجوا يقعدوا معايا او انا بروح اقعد معاهم، قافل على نفسي شويه، قاعد في البابل بتاعت شريف مدكور. ايه اكبر رابط بينك وبين برنامجك؟ الجمهور. جمهور. الجمهور اللي كل يوم، بصي هو في نعمه وفضل من ربنا ان في جمهور قاعد لي كل يوم الساعه 4 يتفرج. مين هم بقى دول؟ اغلبيتهم سيدات فوق الأربعين من العمر واطفالهم. وانا بالنسبه لي، انا بيتقال عليا مذيع ستات مصر. في الاول لما طلعوها كانوا بيطلعوها فاكرين انا هزعل، طلعها بطريقه فيها طريقه، وانت فاهمه قصدي. بس ده تاج على راسي ان يتقال عليا كده. امهات وجدات مصر بيثقوا فيا ثقه عمياء. قلت على نفسك ماركه مسجله. ماركه مسجله. ويا رب ابقى قد الثقه دي. والاطفال خلي بالك، انا ساعات بطلع في البرنامج اقول للاطفال مثلا ما ينفعش نشرب قهوه، ما ينفعش نشرب شاي، يعني لازم نغسل سناننا كذا كذا بالطريقه الفلانيه. افتح الفيسبوك تاني يوم الاقي الامهات بعتني فيديوهات لاولادهم وهم بيغسلوا سنانهم، بيقولوا عمو شريف مش هنشرب قهوه تاني، عمو شريف مش هنعمل كذا تاني. انا ده بقى اكتر حاجه بتفرحني.